نشرة الأخبار متواصلة معكم من قناة طيبة بأسوان، وتقف هذه المرة في محافظة سوهاج، وبهدف رسم البهجة والسعادة على وجوه الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بجامعة سوهاج، أقيمت فعاليات اليوم الرياضي الترفيهي الثقافي الذي نظمه مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية، والذي تضمن العديد من الأنشطة والفقرات الحسية والحركية التي تساعدهم على زيادة تركيزهم ولفت انتباههم. تفاصيل أوفى من سوهاج مع زميلين عبد الفتاح الدقيشي وهند فوزي عبد الغني. تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، نظم مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة يوما رياضيا ترفيهيا ثقافيا للطلاب ذوي الإعاقات المختلفة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بملاعب الجامعة بالحرم الجامعي القديم. صرح بذلك الدكتور عماد الصويمع مدير المركز. احنا النهاردة المركز من ضمن الأنشطة العديدة بتاعته ان احنا بنعمل يوم رياضي ترفيهي ثقافي للطلبة ذوي الإعاقات المختلفة بجامعة سوهاج، وده طبعا تحت رعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. فإحنا بنجمع كل طلابنا وأبنائنا ذوي الإعاقات المختلفة هنا في ملاعب الجامعة، وبنشكر كل القائمين على ملاعب الجامعة، وبنعمل لهم يوم رياضي ترفيهي ثقافي بيشتمل على عدة فقرات كثيرة. عندنا إعاقات كثيرة النهاردة، طبعا عندنا إعاقات الجامعة، عندنا الإعاقات البصرية والإعاقات الحركية والإعاقات اللي هي الصم اللي هم انضموا لجامعة سوهاج قريبا من السنة اللي فاتت. كل الطلبة دول بنجمعهم وبنعمل لهم عدة أنشطة رياضية، وبعض الأنشطة الرياضية كمان بنعمل حاجة ترفيهية لاكتشاف المواهب. اللي عايز يغني، اللي عايز يعزف أورج، معانا حد هيعزف على الأورج النهاردة، حد هيعزف على الجيتار، بيبقى في ناحية برضو ترفيهية أغاني وكده. وكمان هنعمل مسابقة ثقافية، وطبعا رصدين للكلام ده كله جوائز علشان نشجع أبنائنا ذوي الإعاقات المختلفة إن هم يكونوا معانا في مثل هذا اليوم اللي احنا بنعمله. مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة يعني مركز بيرعى الإعاقات منذ 18 سنة، احنا من 2006 بنرعى الإعاقات، والرعاية هنا شاملة جميع النواحي، ومنها طبعا الناحية الرياضية والثقافية والترفيهية والرحلات، ده بالإضافة للناحية التعليمية وتوفير الكتب بطريقة برايل ومسموعة وورش، والقاعات المركز بمثابة الورش كمان للطلبة الصم بيعملوا فيها اللي هم عايزينه. النهاردة كان يوم مشاركة في يوم رياضي مع مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، دكتور عماد السوينع مدير المركز والدكتورة سلمى نائب مركز نور البصيرة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية فتحوا لنا الملاعب بتاع الجامعة. النهاردة اليوم كان في فقرات متنوعة، جري وماشي وفقرات متنوعة ترفيهية للأطفال. طبعا ده الهدف منه الأساسي إن احنا بنقوي اللياقة البدنية عند الأطفال أو الطلبة بصفة عامة، المكفوفين والأصم وذوي الإعاقة بصفة عامة، عايزينهم نفسيا، ده تعزيز نفسي ومعنوي ليهم بفقرات متنوعة. عايزين الطلبة يكون في يوم ترفيهي بجانب الدراسة وبجانب المواد الدراسية. وأضاف أن الاحتفالية تهدف إلى رسم البهجة والسعادة على وجوه المشاركين من ذوي الإعاقات المختلفة وأسرهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع. هذا وجاءت الفعاليات للتأكيد على دور الجامعة في الاهتمام بهذه الفئة واستمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم والكشف عن مواهبهم وقدراتهم الإبداعية. أنا هاتو تبع مأمون كوئية تربية من تربية دمج سنة أولى نات تلعب الكورة مع أصحابي، تلعب كورة مع أصحابها. وإيه تانية بتاعتك؟ هنا تلعب كورة رياضة، تلعب رياضة. وإيه تاني؟ تتم حبل، تشد الحبل مع أصحابي مع أصحابها عادي. تطلع أبان بتشكر الدكتور عماد مركز إيه؟ مركز النور البصيرة. أنا فارس هشام السيد، طالب بالفرقة الثانية قسم إعلام كلية الآداب. إحنا النهاردة مع مركز نور البصيرة بنشارك في يوم ترفيهي رياضي. النهاردة بنلعب مع زمايلنا وبنتحرك. يوم
جميل جدا، نتمنى ان الايام دي تتكرر. يعني المركز بصراحه بيدعمنا في هذا الجانب الترفيهي وكمان العلمي، ويعني مهتمين بينا جدا. اليوم تضمن العاب ترفيهيه وورش فنيه واشغال يدويه ومجموعه من الانشطه الحسيه والحركيه التي تساعدهم على زيادة تركيزهم ولفت انتباههم، والذي نال إعجاب جميع الطلاب والطالبات المشاركين من أبناء مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالجامعة. من داخل جامعة سوهاج كنت معكم عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.